مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بكم في هذا النقاش مع أمناء مجلس أمناء ويكيبيديا، وندعوكم إلى المشاركة في هذا النقاش ومشاركة أي مشاركة. يجب أن نأخذ في الاعتبار بأن هناك عمل جار حاليا الآن، وأيضا يجب علينا أن نشارك كمجتمعات إفريقية، أن نشارك جميع أفكارنا. وأيضا سوف أعطي المايك الآن لروزي لتقدم نفسها. أشكركم على الانضمام إلينا في هذا اللقاء، وأشكر الجميع. اسمي روزي ستيفنسون جود نايت، وأنا من المستخدمين والويكيميديا القدماء، وأيضا عضو في مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا، وأيضا أشارك في اللجنة الثقافية. مرحبا، اسمي مايك بيل، وأنا أيضا مشارك ومساهم في ويكيميديا، وأيضا التحقت العام الماضي بمجلس أمناء ويكيبيديا. وسينضم إلينا أيضا الرضا بن خضرة من مدريد، وهو مسير في لماذا نحن هنا اليوم؟ نريد أن نتحدث إليكم اليوم حول ونعرفكم بمجلس أمناء، مجلس أمناء مؤسسة ويكيميديا. في الشهور الماضية كنا نناقش وحضرنا مجموعة من المؤتمرات من أجل التعريف بأعمال مؤسسة ويكيميديا وبمجلس أمناء ويكيميديا، وسيتم اختيار أيضا انتخاب أيضا أعضائها في العام القادم 2024. وكما ترون الآن فهناك تقريبا 11 عضوا في هذه المؤسسة، ولكن ماذا يقوم، ما هو عمل هذه المؤسسة وهذا المجلس؟ كما ترون هذا المجلس هو مؤسسة عليا تقوم بأعمال اللجنة التنفيذية أيضا، وتقوم بالإشراف على أنشطة المؤسسة بصفة عامة. وأيضا تقوم بتحضير المخطط السنوي والأنشطة السنوية التي نناقشها معا في مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة. سننتقل إلى السلايد الأخرى. الآن سنعرف بأعمال هذا المجلس ودور هذا المجلس في مراقبة وتحديد الاستراتيجيات، وهو يلتزم بمسؤولية قانونية أيضا ومالية وأيضا استراتيجية بعيدة المدى. إذا هذا تعريف جيد لما يقوم به المجلس، لأن الجميع يتساءل ماذا يفعل وماذا يقوم به مجلس الأمناء. وعملنا يقوم على المصادقة وقبول المؤسسات فيما يخص الجانب المالي والقانوني، ودعم الاستراتيجيات أيضا، وأيضا مجال التخطيط. أيضا فالتخطيط السنوي هو جزء من مهمتنا، فنقوم بوضع استراتيجيات على المدى البعيد في المنظمات الأخرى أيضا، ومع المشاركين أيضا والشركاء. وأيضا نقوم بتحرير معطيات تحرير استراتيجيات ومخططات اللجنات الأخرى، وستكون هناك انتخابات أيضا لمجلس الأمناء
في العام القادم التي سيكون فيها أصلا سنقوم باختيار أعضاء آخرين قد يكونوا بجانبنا أيضا في مجلس الأمناء ومجلس الإدارة. إننا نحضر في الحضر للمستقبل، ونريد أيضا أن نعرف منكم طرحاتكم والقدرات التي يجب أن تكون في المرشحين الذين سيترشحون لانتخابات المجلس الإداري أو مجلس الأمناء في الانتخابات القادمة. وأيضا نريدكم أن تحددوا معنا هذه الشروط وهذه المعلومات وهذه وكل هذا. قد أخذ وقتا طويلا في شرح كل هذا، ولكن سأكون مختصرة بقدر الإمكان. أول شيء يمكن أن أقوله هو أنه يجب أن يكون هناك مجال للثقة، يعني يجب أن نثق أن يكون المترشح موثوقا في ليترشح لهذه الانتخابات، وأيضا أن يكون مساهما وأيضا أن يكون مساهما وعضوا نشيطا في وأن يكون لديه جانب قيادي أيضا في ويكيبيديا، وأن يكون أيضا أن يكون أيضا مؤسسا في مؤسسا في لبعض المشاريع وأيضا بعض اللجنات في ويكيبيديا، وأن يكون متأكدا بأنه عندما يصوتون سيحظى بالقبول من الجميع، وأيضا أن يكون متحدثا بلغات متعددة ومتعددة المهارات. فكل هذه الجوانب مهمة جدا من أجل اختيار هذا من أجل هذا من أجل اختيار هذا المرشح. وأيضا الجانب التعليمي مهم جدا في ملف المترشح، وأيضا بعض أصدقائي الأمناء لديهم مثلا مستويات عالية في التعليم مثل الدكتوراه وشواهد عليا، فالجانب التعليمي أيضا مهم جدا قد يدعم ملف المترشحين. وكل هذه الأمور قد ترجح كفته في الانتخابات، وقد يا أصلا قد تكون أيضا دعما له في هذا المجال، وقد يثق فيه الذين يرشحونه ولينتخبونه. وأيضا يجب أن يفهم بأن مجلس الإدارة يركز على الملفات عالية الجودة. ويجب أيضا وضع استراتيجيات عالية الجودة أيضا، وأن يكون قائدا بمعنى الكلمة، وهذا كل ما نبحث عنه. لقد كنت أشتغل في الحركات منذ وقت طويل، فقد كان مساري أيضا طويلا. قمت بالعديد من الأنشطة أيضا، وأفهم جيدا ما يقوم به هذا المجلس، ولهذا أريدكم أيضا أن تفهموا ما يقوم به المجلس. وأعتقد أن هذا يكون مع التجربة، فالذين يجب أن نختاروهم للأربع سنوات القادمة يجب أن يتمتعوا بكل بهذه التجارب أيضا، وأن يكونوا قادرين أيضا على البحث، على أيضا على إيجاد موردين وداعمين أيضا، وأيضا يبنون تجربتهم بناء على فهم المجتمعات وأيضا فهم المجتمعات وفهم متطلباتهم، وهذا هو عمل المجلس. وقد أتيت أصلا من مجتمع يفهم كيف تكون الأمور، وأيضا يجب أن تكون هناك ثقافة وقيادة لكي يتمتع بها المترشح أيضا،
حتى يكون في بما يخص ويكيبيديا، حتى يكون قادرا على القيادة. فإذا كنت تريد أن تكون ضمن المجموعة، ضمن المجلس، فيجب أن تتمتع بكل هذه الصفات القيادية، وأيضا أن تكون لديك تجربة في ويكيبيديا. وستكون هناك انتخابات أيضا في وقت قريب أيضا بعد هذه الانتخابات التي ستقوم في العام القادم. إذا فنحن نسطر الأهداف والاستراتيجيات على المدى البعيد. وإذا لم يتم اختيارك فلا تشعر بالإحباط، بل يجب أن تكون لديك عزيمة وتحضر للانتخابات الأخرى كما فعلت أنا أيضا، فلم أختار في الانتخابات الفائتة، وأنا الآن عضو في هذا المجلس، ويجب أن يفهم الأعضاء بأن هذا هو القانون، وقانون اختيار المترشحين، ويجب أن يتقبلوا هذا، وأننا نبحث على ملفات الأكثر استحقاقا لأن يكونوا ضمن مجلس الأمناء. كان يجب أن أذكر بعض الأشياء المهمة أيضا. بالنسبة للجانب الجغرافي أو البلدان أو مستوى البلدان، وأيضا على المستوى العالمي أيضا، فأنا مثلا اشتغلت في كولومبيا وكنت نائبة الرئيس في ويكيميديا الكولومبيا على المستوى العالمي والجهوي، وأيضا تعاونت مع جهات أخرى على المستوى المحلي والدولي، وكنت أيضا رئيسة، وكنت أيضا ضمن مجموعات عمل، وشاركت في تأسيس مشروعين في الويكيبيديا الإنجليزية، فالأول كان في 2015، والذي يخص بمجال النساء في ويكيبيديا، الذي أصبح الآن مشروعا عالميا لا يخص فقط الإنجليزية. ويجب الإشارة إلى أنه لا يجب فقط التركيز على جانب واحد فقط، ولكن يجب أن التركيز على مجالات طويلة المدى. مثلا قد تكون هناك ليس فقط على الجانب الجغرافي، ولكن على المستوى المحلي والعالمي. فكل شيء ما كنت أفعله هو وكل ما كنت أفعله لم يكن فقط لأكون مترشحة قوية لهذا المنصب، ولكن لأنني كنت أستمتع حقا بكل ما كنت أقوم به، وهذا ما أحثكم عليه. شكرا روزي أند مايك. أريد فقط أن أضيف إلى أشير إلى أن لقد ذكرتم بأنه دور مهم في يجب أن يكون المترشح مشاركا في مجتمعات، فهل يمكنكم أن تقولوا لنا مثلا ما هي هذه المجتمعات، وكيف يمكن المساهمة في هذه المجتمعات كي يتم الترشيح في مجلس الأمناء؟ فلا يهم المجتمع، ولكن هذه الحكامة التي نقوم بها والأدوار التي نقوم بها، يجب أن تكون هذه المجتمعات تتمتع مثلا المجتمع الذي كنت تم إليها هي مجموعة كانت تهتم بالتمويل، وكانت لديها مجال واسع، وكانت لدينا مجموعة من الندوات واللقاءات والنقاشات. وأيضا شاركت في مجموعة من المؤتمرات العامة التي ناقشنا فيها مجموعة من الأمور، وأيضا
بمشاركة وأيضا تقييم وأيضا أقلمت المواضيع مع هذا، فكل هذه الأمور تهم في يجب أن تتوفر في مثلا في ملف المترشح، ويجب أن وكنت أيضا كنت مشاركا في مشاريع متعددة في ويكيبيديا، ودعمت وأيضا ساعدت في مشاريع أخرى، وأيضا في مشاريع أخرى لا تخص فقط ويكيبيديا بل خارج ويكيبيديا أيضا، في مثلا في ويكيبيديا الخاصة بالكتب وويكيميديا وغيرها. وكان هذا تقريبا كان استغرقت هذه المشاريع وقتا طويلا لإنجازها، وبطبيعة الحال كنا نمر بعمليات محددة، وأيضا نقوم بأعمال وأنشطة، وفي نفس الوقت كنا نقوم أيضا بمشاريع أخرى كانت تقام أونلاين على الإنترنت، وكنا نشارك كنا نقوم بذلك عبر السنوات يعني، لأنه ليس فقط المجلس هو الذي يحدد هذه المشاريع، بل أيضا المجتمعات تحدد هذه المشاريع. ويجب أن تتضافر هذه الجهود من الطرفين من الأطراف جميعها أيضا في تحديد هذه المشاريع وفي دعمها وفي العمل عليها على مستوى عال من الجودة. وأيضا هناك أعضاء ذو ملفات عالية الجودة أيضا يساعدوننا في هذه المشاريع. وأيضا يمكنكم إيجاد المزيد من المعلومات في الصفحات الخاصة بنا في ويكيبيديا ويكيميديا أيضا. شكرا مايك. كما قال مايك، هناك العديد من المجتمعات في مجلس الأمناء، وليس لدينا توصية خاصة بهذه المجموعات، ولكن هناك مجموعات تشارك ثقافتها ومواهبها ومواهب أيضا وما يخص فلدينا مثلا مجلس لديه مستخدم فقط وهو الرئيس التنفيذي، ويقوم بمراجعات التقارير السنوية مثلا، ونقوم بنقاشات حول هذه التقارير والمشاريع كمدير تنفيذي، ولكنه كعضو أيضا في مجلس الأمناء في المؤسسة. شكرا مايك أند روزي. سؤالي هو ما هي المهارات والقدرات التي يمكن أن تجلبوها لنا أنتم كأمناء أو كمترشح يمكن أن يجلبها أن يضيفها الأمناء إلى المجلس؟ عندما قررت أن أكون مترشحة في 2021 كان ذلك بتسخير وقت طويل له قبل الجائحة، وفي ذلك الوقت كنت أفكر في ماذا يمكن أن أضيفه إلى هذا المجلس بعيدا عن ملفي وعن مهاراتي. ما هي المجالات التي يمكن أن أتخصص فيها وأركز فيها؟ وكنت أقضي معظم وقتي أصلا في التواصل، ولكن عندما انضممت إلى المجلس وجدت أن التواصل هو كل شيء يقوم على تواصل، وكل شيء يقوم به المجلس والمؤسسة والحركات والمجتمعات وحتى المقالات التي يتم تحريرها، ما كنت لم أتوقعه وربما ما نسيته هو أنه يجب أن تكون لديك مثلا خبرة طويلة في الموارد البشرية. نعم، على مستوى عالي فقط وليس تجربة
طويلة فقط، بل أن تكون تجربة طويلة. وهذا ما يجب أن يكون مهما في كل ملف مترشح. فكل هذه المهارات التي أضفتها إلى المجلس لم تكن حقا كل ما أحتاجه، بل كنت أحتاج مهارات أخرى أيضا. وكانت مهارات التواصل لدي هي خطتي السحرية. شكرا لكم ولكل من يضيف إضافات جيدة ومختلفة لهذا المجلس. فاختلاف القدرات والمهارات في هذا المجلس هو ما يجعل هذا المجلس ناجحا، وهو ما يجب أن يتوفر في كل مترشح. فكنت أشتغل في ويكيميديا، وكنت عضوا في هذا المجلس أيضا. وأيضا فكل شخص يحضر معه شيئا مفيدا ومتفردا به وخاصا به، ويشارك به في مجلس في نظرة في نظرة هذا المجلس. لا تعتقد أن هناك وصفة سحرية لإنجاح هذا، بل لكل واحد منا مهارته الخاصة به. شكرا لكم على إجاباتكم وتوضيحاتكم. أعتقد أنه الآن يجب أن نفتح مجال الأسئلة من الحضور. إذا كانت لديكم أسئلة يمكنكم طرحها. نعم، أنا من المغرب. أريد أن أسألكم، وأريد أن أستغل فرصة وجودكم هنا في المغرب. أريد أن أعرف ما قام به المجلس بالنسبة للمواضيع، بالنسبة للمشاريع التعليمية، وما هي المشاريع المستقبلية في هذا المجال، لأننا نخوض في المغرب مشروعا مميزا بالنسبة للقراءة في الأقسام، وينتشر بسرعة في الكثير من المجالات. ونريد أن نقنع الأساتذة من أجل إدماج ويكيبيديا في الأقسام في المغرب وفي إفريقيا بصفة عامة. وأريد أن أن أستف نحن لا نريد نحن نريد فقط أن نعرف ماذا يمكن أن نقوم به بعد هذا. فهل يمكن أن تقولوا لي مثلا، هل يمكنكم أن تستمروا في دعم هذه المشاريع التعليمية، وما هي المخططات على المدى الطويل في المستقبل؟ شكرا. لا أعتقد أن هذا السؤال يمكن أن نجيب عليه، ولكن يمكن أن أقول بأنه لدينا تاريخ طويل في دعم المشاريع التعليمية، ونريد أن نستمر في دعم هذه المشاريع. ونعلم أيضا أن أصحاب هذه المشاريع يقومون بواجباتهم، وأن العمل الذي لو أن هذا أن هذه المشاريع لم تقل فقط لا يجب فقط دعمها من طرف مؤسسة ويكيبيديا، بل يجب دعمها من الجهات الجهوية. فهناك العديد من التغييرات التي قامت بها المؤسسات من أجل توضيح الأدوار والمهمات على المستويات المختلفة، والنتيجة كانت محاولة إيجاد المزيد من الدعم على المشاريع الشخصية التعليمية للأشخاص والأفراد. وما يمكن أن أقوله بأن الدعم سيرتفع، ولكن بطرق مختلفة.
وقد حضرت بالنسبة لويكيبيديا العربية، وكان هناك أساتذة المشاريع، وأعرف بأن هذه المشاريع القراءة في الأقسام كانت ناجحة، وأعرف أن هذا ليس هو الجواب الصحيح والدقيق لجوابكم، ولكن الواقع هو أنه يجب أن نعرف، ويجب والواقع يجب أن نعرف من هو الأحق بأن يقوم بهذه المشاريع، وأيضا وكل ما يمكن أن أقوله هو أنه يمكن أن تكون عبارة عن نقطة بداية. أظن أن السؤال هو أنه ما هي المؤسسات التي يجب أن تكون مهتمة بالجانب التعليمي؟ فهناك نقاشات محتدمة حول هذه المواضيع وحول المراكز، حول المراكز وكيفية تنظيم هذه المراكز على جميع مستويات المؤسسة. فهي تحاول أيضا جلب كل التواصل مع جميع الأطراف، ويجب أن تكون هذه الأنشطة متساوية ومتناسقة مع بعضها. ليس هناك المزيد ما يمكن أن أضيفه على ما قاله مايكل ماريان. أن هناك مؤتمر في ماي، وكان هناك الكثير من الأساتذة حول هذا الموضوع، فإن المؤسسة أو الحركة تقوم بالبحث عن المزيد من المراكز وتقوم بالنقاش حول ماهية وأعمال هذه المؤسسات وهذه المراكز وفي مراكز الأساتذة. مثلا ويكيبيديا الخاصة بويكيميديا الخاصة بالنساء في مجالات النقاش، وأيضا يتطلعون جميع المراكز يتطلعون إلى التعلم منكم، وأيضا في الجانب التعليمي. شكرا جزيلا نيكلاس. كما هو معروف أن مؤسسة ويكيميديا تقوم بالعديد من الأعمال بعمل جبار. في ماذا يفكر؟ فإن تطور برامج الحاسوب والتقنيات والأدوات والدعم بطبيعة الحال يحتاج إلى دعم أيضا ومواكبة هذه التطورات. فهذا كما هو معروف أيضا. فيما يفكر المجلس بحيال هذا المشكل في تطوير هذه الأدوات وهذه المجتمعات في الجانب التكنولوجي؟ هذا سؤال معقد، وقد رأيت هذه المشاكل، واجهت هذه المشاكل أونلاين، وكنت أحاول أن أجد حلولا لهذه المشاكل، لهذا المشكل التقني.
وأيضا هذا يخص أيضا الأقسام أو المراكز أو التقنية الخاصة أو الفرق الخاصة بالتخصص، وأيضا يحاولون فهم هذا التطور التقني أيضا وإيجاد حلول في المجتمعات. فبطبيعة الحال فيوميا نحتاج إلى فريق دعم تقني كل يوم لدعمنا أيضا. وأيضا نحث الجميع جميع من في المؤسسة على المساهمة في هذا المجال، وأيضا تقديم المعونة والمشورة والدعم التقني فيما يخص، خصوصا ما يخص الجانب التقني والرسومات مثلا والمشاكل المعروفة التي يواجهها. وأيضا أعتقد أن هناك الكثير من النقاشات حول كيفية المشاركة في حل هذه المشاكل، وكيفية أيضا دعم الفرق التي تقوم بحل هذه المشاكل. وفي الوقت نفسه أيضا أرى بأن المشاكل قد تكون معقدة نوعا ما، ولكن وأن هناك الكثير من التخبط، ولكن الكثير يحاولون إيجاد حلول لهذه المشاكل ويضافرون ويقومون بتضافر جهودهم جميعا. ونتمنى أن يكون هذا أن يتطور هذا العمل وأن تتضافر هذه الجهود في المستقبل أيضا في هذه المجالات. وكل هذه الأمور يمكن أن تفيد. أريد فقط أن أسأل عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المرشح للانتخابات القادمة. مثل أفريقيا، الصوت، لا يهم. فمهما كانت القدرات ومهما كانت المهارات، فالبنيات لا يمكن أن تكون في الواقع متساوية. فأفريقيا مثلا تعاني من الكثير من المشاكل، فيجب على الأقل أخذ العين بالاعتبار هذه الاعتبارات. هناك سؤال حول هل هناك يعني توسيع جغرافي جهوي معين بالنسبة، وهل هناك يعني أفضلية بين المتقدمين أو المترشحين أو التمثيلية؟ أنا من الولايات المتحدة، من ولاية كاليفورنيا، وفي كاليفورنيا في الأشهر الماضية كانت هناك حركة حول ال حول تخصيص عدد من المقاعد للنساء. إذا كان السؤال حول تخصيص بعض المقاعد لجهات جغرافية معينة أكثر من الجهات الأخرى، فحاليا لا أعتقد أننا سنقوم بذلك. فحاليا
العملية تقوم حول البحث عن الأشخاص ذوي المهارات والخبرات والمسارات العلمية العالية، وحتى يتم اعتبارهم مترشحين ويكونوا مناسبين ومثاليين للانتخابات القادمة. وإذا كنت تسأل بأننا نبحث عن أشخاص من مناطق معينة، فأنا لم أقل هذا، فإننا لا نفرق بين الجغرافيا أو الجنس، بل المهم هو أن يكون المترشح مناسبا للانتخابات القادمة. لا أقول هذا بأن هذا ثابت في المستقبل، بل قد يتغير هذا في المستقبل، ولكن على الأقل بالنسبة للانتخابات القادمة في 2024 لم ندخل هذا الموضوع في هذا في الموضوع، ولم نتطرق إلى الجانب الجغرافي. هل أجبت على سؤالك أم ما زلت تريد الكثير من التوضيح؟ أدعوك إلى إلى الحضور النقاشات التي ستكون حول تمثيلية في مجلس الأمناء. فلدينا أيضا فيديوهات على ويكيبيديا لحركة ويكيبيديا موفمنت. فما نركز عليه هو المهارات العامة، وليس فقط التوزيع الجغرافي. ولكن ما يمكن أن أقوله لك هو يمكن أن أيضا أن تناقش هذا مع المجموعات، ويكون هناك نقاش مستفيض حول هذا الموضوع بناء على الأنشطة والمشاركة معهم أيضا. وأيضا يجب فالمهم هو أن يكون لدي أن يكون المسار المهني والتجربة متوفرة في المترشح، ويمكنهم أن يشاركوا معنا أفضل ما يمتلكونه. هل هناك مزيد من الأسئلة؟ شكرا لكم على الإجابة على هذه الأسئلة. سيكون سؤالي مختلفا نوعا ما، فسؤالي مهتم له علاقة بالبحث. أريد فقط أن نعرف فقط نعرف أن هناك المجموعة من التحديات التي تواجه أفريقيا مثلا، فإذا كنتم تريدون حقا أن تدعموا إفريقيا، فإننا نتمنى أن تكون هناك مجموعة أكبر من المشاريع الدعم ودعم لهذه المشاريع. وأيضا يجب أن يكون هناك جمعية عامة. وكان هذا كان هذا كان ها كان هذا مفاجئ، لأنكم قلتم بأنكم تقومون بهذا بطرق مختلفة. وأعتقد أنه إذا كنا نريد حقا أن نحدد الأشخاص الذي يريدون القيام بهذه البحوث، وأيضا كيفية تنظيم المجتمعات لأنفسها وكيفية تعريف هذه المجتمعات، فيجب تعريف أيضا ما معنى هذه المجتمعات في المغرب، وما معنى الجمعية العامة والمجالس في المغرب، وكيفية تأقلمات وتكييف هذه المجتمعات لتكون أكثر محلية أكثر على المجتمعات المحلية الأخرى في إفريقيا والتنظيم أيضا. فسؤالي هو
كيف يمكن للبحث، أين يوجد، أين هو موقع البحث في مخططات ويكيميديا، في مؤسسة ويكيبيديا؟ وكيف يمكن، كيف ممكن وضع الخطط التي تتماشى وتراعي هذه الخصوصيات الثقافية مثلا في مشاريع البحث؟ وهذا هو سؤالي، لأنني شخصيا أعتقد أنه يمكن أن يفتح الكثير من الآفاق، ويمكن أن يكون جوابا على مجموعة من الأسئلة أخرى، وأيضا يمكن أن يكون، كيف يمكن لهذا الأشخاص التعاون مع الآخرين بينهم؟ فإذا كنا قادرين على تحديد المجالات والتحديات، فيمكن أن نحدد أيضا الأشخاص الذين يمكنهم التسجيل وأيضا المشاركة. وهذا هو سؤالي، شكرا. شكرا، أعتقد أنه، لأن هذا السؤال لا يجب أن يكون موجها فقط لمجلس الأمناء، ولكن سأحاول الإجابة عن هذا السؤال. هناك الكثير من البحوث التي تقوم بها المجموعات والحركات أيضا، والتي تقوم برعايتها المؤسسة أيضا، فكل هذه البحوث يعني تكون لها علاقة أيضا تأخذ بين الاعتبار الأشخاص وأيضا الدول والمجتمعات. ما يمكن رؤيته ما يمكن هو يمكن ويجب تحديد المواضيع التي يمكن أن تعطاها الأولوية في الدعم، وفي أيضا في المساعدة، وأيضا التركيز على بناء الاحتياجات على الجانب الأفريقي، في الجانب الأفريقي مثلا. وأيضا إذا لم أجب على سؤالك، فأنا متأكدة بأن هناك من يوجد في هذه القاعة يمكن أن يعطي معلومات أكثر وتوضيحات أكثر ويساعدك أكثر في هذا الجانب. وأيضا نقوم بتغيير على المدى الطويل. وأيضا أعتقد أن هذا كان مهما ومساعدا. كعضوة في هذا المجلس، حتى على الأقل حتى العام القادم، لست جزءا في فهذا التوضيح، لست منخرطا في أي نقاش بما يخص إلى حدود في ال... فيمكن أن أجيب عن أجيب على بعض الأسئلة الأخرى، ولكن إذا كانت أسئلة محددة حتى يمكن أن أجيب عليها إذا كنت مرشحة في الانتخابات الأخرى. أريد فقط أن أقول بأن البحوث مهمة جدا بالنسبة للجميع، وهي مهمة جدا في جانب التخطيط وفهم الحاجيات. وأريد فقط أن أذكر بأنه وأؤكد بأنه هناك الكثير من الأشياء والأمور التي حددناها من أجل مواجهة هذه المشاكل والتحديات. شكرا. هل هناك أفكار وأسئلة أخرى قبل إنهاء الجلسة والمرور إلى الجلسة الأخرى؟ أوكي، لا مزيد من الأسئلة. شكرا لكم، شكرا للجميع. فقط أريد أن يمكن سأكون متاحا أيضا إذا كنتم تريدون طرح أسئلة أخرى في الخارج. إذا لديكم أسئلة أخرى، في يمكن